بخير عليكم، مرحبا بكم. جيسبر راكم كاع ملاح والصحه لاباس ولا فامي وسه لاباس. مرحبا بكم في كيفيه جديده من كيفيات لوتي ومن كوزينتكم كوزينه لوتي. اليوم ان شاء الله حنقدم لكم كيفيه عالميه ولادي سم ولا كيف تشبه البوراك تاعنا، بصح هي كيفيه اسيويه يحبوها يديروها بزاف الاسيويين. دونك ان شاء الله لتقديم هذا لي ساموسا، فوالا سابيل لي ساموسا ان شاء الله. ندوز مباشره للمقادير وكيفيه التحضير. دونك المقادير عندي شويه، دونك لي ساموسا تاعنا راح يكون بالبقري وبالكركم. دونك عنصرين اساسيين في هذا الكيفيه هي شويه تاع لا فيون داشي تاع البقري والكركم. دونك لي ما عندوش لا فيون داشي تقدروا تعوضوه، مي لا فغي روسيت هي على باس هي لازم البوف والكركم. فوالا دونك بسم الله. دونك عندي كميه من لا فيون داشي، انا عندي كما تشوفوا شويه برك، هاوليك نحيتها من الكونجيلاتور. انا كي نشري لا فيون داشي نقسمها ونديرها هكداك في دي بيت كونتيتي في الاخر في الساشي اللي يروح للكونجيلاتور. وكشك فوا نحب نخرج، دونك نخرج برك كميه اللي نحبها. دونك عندي بصله وحده قطعتها عشوائيا صغيره، عندي ان كاروت وشويه تاع دونك الجلبنه كما تشوفوا. دونك لي زيبيس عندي الملح، عندي الكركم كما تشوفوا، فلفل كحل، وعندي شويه ثوم بودره. لي ما عندوش ثوم بودره ديرو ثوم عادي الفخي با دو سوسي. ولازمنا دونك لي فاي تاع لي فاي دو بريك ولا ديول وزيت باش نقليو بيان سور هذا لي ساموسا ولا هذا لي بريك الاسيويه. دونك نبدا مباشره على بركتي. دونك في مقلات درت ملعقه كبيره تاع زيت، زيت اون غوستيير دو ليل. Et là, je suis en train de faire revenir la viande hachée et l'oignon. Voilà. Allez, je vais la viande hachée taille. Ou le bsal. Ou je vais aller avec les petits pois ou la carotte. Les relits de la carotte, je vais les. Donc voilà. Je vais vous mettre les couleurs. باش هذيك الخضره دونك تدي من البنات تاع اللحم. من طور راح ندير لي زيتيس بيان سور، انا راح ندير كميه صغيره. نتوما ولا عندكم عاد افراد الاسره كبيره ديروا دونك مقادير اكثر، كل واحد يعرف العائله تاعو. دونك كيما قلت لكم دونك لي زيتيس ربع ملعقه صغيره تاع الكركم، الملح بلاش تنساو الملح، رشة خفيفة تاع فلفل كحل، وربع ملعقة صغيرة أوسي تاع ثوم بودرة. نحاول نقلي جميع المقادير على نار هادئة. بيان سور كي نعمروهم كي نديروهم في الحشوة نورمالمون. بعد ما طابت الحشوة تاعنا نبداو نشكلو الحبيبات تاعنا تاع لي ساموسا. دونك واش نديرو، عندي زوج ورق تاع ديول كيما تشوفو، وحدة اي زوج دو فاي دو بريك هاوليك، راح نقسمهم على زوج. وراح نبدا نشكل الحبيبه تاعي تاع ساموسا. هذه الكيفيه مليحه، تقدروا تقدموها كوميم تي طونطري. بسم الله، وندير كميه من الحشو تاعي.
عندي فرماج كما تشوفوا لاباش كيري، ديروا اي نوع من الفرماج اللي تحبوه. ندير شويه سورتو لي زونفو يحبوا الفرماج، ونبدا نشكل الحبيبه تاعي كما تشوفوا. وهذه الطرف اللي بقى ندخله هنايا، فوالا. هاوليك الحبه تاعي تاع لي ساموسا كيما تشوفوا، وانا راح نكملهم كاع بهذه الطريقه، وراح نقليهم كيما نقليو البوراك. من المستحسن ناكلوهم وهما سخونين هذيك كيما في سلطه باغ اكزومبل، سي فغو فرانشمون سي اون تري تعمر الكاش كيما نقولوا، باسكو كاين فيها لي ليغوم، دونك تقدروا تاكلوها بك دي فريت ولا ان سالاد وخلاص، وتقدر كما تقدروا سي تاكلوها بالشربه. فرانشمون سي افيك شربه سي ان بو ديفيسيل، باسكو الشربه كاين لي ليغوم ولا سمو لي سموسا تاعنا كاين لي ليغوم كيما تحبوها. انا بيرسونيلمون راح نقدمها كوم اون انتري افيك اون سالاد، فوالا نتوما كيما تحبوا كل واحد يقدمها على ذوق تاعو. دونك انا نكمل كاع الحبيبات تاعي ونقليوهم ونتلاقاو في صحن التقديم ان شاء الله. او النتيجه النهائيه لي سموسا تاعنا بعد ما قليتهم كيما نقليو البوراك، فوالا تماما. وهاوليك جو ما شاء الله، جو مقرمشين من الفوق وداخل هذيك الحشوه عطات لهم واحد الكو ما شاء الله. هذا وين طابو مثلا ما خليت لهمش يقطروا. شوفوا الكركم دونك كيما على بها على بها يسموه دونك ساموسا وباف في كركما، دونك فوالا تلقاو كاع لا كولور الكركم بارتو. انا كيما قلت لكم راح نقدموا برك بتيت سالاد على الخفيف، فوالا باسكو مهما ملقى كثير رمضان ما ناكلوش بزاف، دونك راح ناكلو الشريبات تاعنا وناكلو لي ساموسا مع بتيت سالاد. وابخي كاين السهره، كاين لي ديسير، كاين لي جاتو، دونك واحد ياكل لي جي. فوالا جيسبر عجبتكم هذا الكيفيه لنهار اليوم. كيما نقول لكم طول الطا راح ونيسي توجور دو فواياجي عبر العالم بهذا الاطباق العالميه. كل خطره نجيب لكم حاجه جديده باش تبدلوا، فوالا. هذه سون لوكازيون تاع رمضان، كاين ديول، كاين كل المكونات باش نقدموا هذا نطيبوا هذه الكيفيه الاسيويه. دونك ان شاء الله نتلاقى في كيفيه واحده اخرى. الى عجبتكم الكيفيه ما تنسونيش برك بلي لايك والابوني باش تكبر القناه ان شاء الله. كما قلت لكم بلا ما راح نطول عليكم بزاف تاع الكلام، ان شاء الله نتلاقى في كيفيه واحده اخرى. الى ذلكم الحين كما نقول لكم طول الطو اترككم في رعايه الله وحفظه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.